سوف نحتاج إلى حبتين بصل كبيرة جوانح، نحتاج إلى دجاجة مغسولة جيدا بالليمون والملح، نحتاج إلى الفلفل الأسود، فلفل أحمر حار حسب الذوق. لدينا هنا قرفة، لدي هنا كركم، هنا ملعقة صغيرة بهار مشكل، لدينا هنا بودرة الفلفل الأحمر الحلو حسب الذوق ممكن استغناء عنها، لدي هنا معجون الطماطم، لدي حبات عفوا طماطم كبيرة مفرومة، لدينا حبتين لومي أو ليمون مجفف، 3 فصوص ثوم، ولدينا البهارات الكاملة، لدينا ورق الغار، القرفة، حبات من الفلفل الأسود، 3 حبات إلى 4 حبات قرنفل، والقليل من الكمون حب. سوف نحتاج أيضا إلى الزيت النباتي أو يمكنكم استخدام السمن حسب الذوق، وإلى الملح، ونحتاج أيضا إلى هنا الرز. الرز بسمتي ينقع لمدة يغسل جيدا أولا وينقع في الماء لمدة تقريبا ساعة. نضع الزيت، هنا وضعت حوالي 1/4 كوب زيت. عندما يسخن الزيت قليلا نضع البهارات الكاملة، نحرك قليلا حتى نشم رائحة البهارات. لا تترك البهارات حتى تحترق. الآن سوف أضيف البصل. سوف أحرك حتى يصبح لون البصل ذهبي. الحين البصل أخذ اللون الذهبي كما ترون، رائحة جميلة ما شاء الله. سوف أضيف الدجاج، هنا الدجاج. سوف أترك الدجاج حتى يصبح لونه ذهبي فاتح، بعدها سوف نضيف باقي المكونات. سأضيف الآن الثوم واللومي، حركوا بهدوء حتى لا تكسروا الدجاج. وسوف أضيف البهارات. نضيف البهار المشكل، ونضيف 1/4 ملعقة فلفل أسود، والقليل من الفلفل الحار حسب الذوق. طبعا الفلفل الحار يعطي مذاق لذيذ للأكل. 1/4 ملعقة صغيرة تقريبا قرفة، نضع 1/2 ملعقة كركم، وسوف أضيف القليل من الفلفل الأحمر البارد 1/2 ملعقة صغيرة، ونحرك. كما ترون أنا أضع البهارات على الدجاج مباشرة لأن وقت التصوير يأخذ مني وقت، وحتى لا تحترق البهارات فأنا أضعها على الدجاج، بعدها أحرك. سوف أتركها قليلا وأضيف باقي المكونات. يمكنكم إضافة الفلفل الأخضر الحار حسب الذوق. الآن سوف أضيف الطماطم ونحرك بهدوء. الآن سوف أضع معجون الطماطم حوالي 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم، ونضيف الملح. الآن سوف أضيف الماء المغلي، لا تضع الكثير من الماء المغلي عند طهي الدجاج. والماء عموما الدجاج عند طبخ الدجاج لا تضع الكثير من الماء، لأن الدجاج
يفرز كمية كبيرة من الماء، وعند وضع الكثير من الماء يصبح لدينا مسبح وليس صالونة ومرق. أيضا دائما عندما تضعون الكثير من الماء فإن اللحم أو الدجاج أو أي نوع من الأكل تطبخونه يفقد نكهته، لهذا نضع دائما الكمية المناسبة. سوف أترك الدجاج حتى ينضج ثم نكمل نضع الرز. الآن نضج الدجاج، سوف أضعه جانبا. اللومي جانبا وورق الغار. والآن سوف أضيف الرز. دائما الرز يغسل جيدا، يعني اغسلوا الرز مرة مرتين إلى 3 مرات جيدا. سوف أضيف الماء المغلي بارتفاع تقريبا 1.5 سنتي. سوف أترك الرز حتى يبدأ في الغليان وأخفف النار. عندما يبدأ الرز بالغليان كما ترون أنه امتص الماء، هي نفس امتص الماء. سوف نخفف النار على الآخر على هذا الشكل، نار خفيفة جدا، ونتركه حتى يكمل نضجه تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة. وصفة سهلة ولذيذة، أتمنى أن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.